من الشمال السوري فيديو تم تداوله على منصات السوشيال ميديا لشاب مهجر من ريف دمشق عم يشتغل بمغسلة سيارات لكن بإيد وحدة. الفيديو نشره محمد الفيصل على صفحته الشخصية وحصد تفاعل واسع جداً. خلونا نتابع. السلام عليكم. بالصدفة وقفت عند مغسلة لقيت الشاب اللي عم يشتغل فيها، هذا هو شاب مهجر من ريف دمشق فاقد إيده، رغم انه فقد ايده ولكن ما استسلم وقعد بالبيت او انتظر المنظمات او الجمعيات او غيرها من او اهل الخير ليجوا يتبرعوا له لحتى يعيش ويعيش اولاده، انما ضل عم يشتغل بايد وحده، عم يشتغل بمغسله. هذا هو الوجه المشرق للشعب السوري، هذا هو الوجه اللي فعلا نحن نفتخر فيه ونحبه. نعرف انه كثير من الناس من اهلنا بحاجه، ان شاء الله الله يرجع الجميع، ولكن بنفتخر صراحه كثير في امثال هذا الشاب، انه والله على الصدفه شفته وقفت شفته بايد وحده عم يشتغل وما استسلم نهائيا رغم انه فاقد لايده. تعليقات المتابعين كانت على الشكل الثاني. بشرى علقت: هيك ناس قدوه لبلدنا، الله يبارك فيك ويرزقه. خالد أبو محمد علق: هذا الشاب عنده عزة نفس وشهامة، لذلك عم يشتغل ويكسب رزقه من عرق جبينه. تعليق آخر من أحمد: الله يرزقه من أوسع أبوابه ويعوضه بالجنة. تعليق من عبد: الله يكون بعونه، وين ملايين الدولارات اللي أتت من حقه وحق الشعب؟ حول المهجرين من مناطقهم نشر فريق منسقو الاستجابة بالشمال السوري بعام 2018 مجموعة من البوستات نقلت الأرقام التالية من تاريخ 14 آذار حتى 31 تموز عام 2018. تم تهجير حوالي 129 ألف سوري تهجير قسري من درعا لدمشق وريفيها الغربي والشرقي وريف حمص وغيرها من المناطق. سكان هالمناطق طلعوا خوفاً على حياتهم من الطيران الروسي وبراميل مروحيات أسد.